هذه مباراتك الأولى على المستوى الإفريقي، مباراتك الأولى على المستوى الإفريقي، كيف ما كانت النتيجة؟ مغامرة مهمة جدا بالنسبة لسفيان طلال وزكريا الشعباني، لاعبان شابان هم مستقبل الرجاء في انتظار طبعا الاتيان بأسماء أخرى ضمن سياسة تشبيب الفريق، وهي السياسة طبعا أعتبرها مرتجلة من جانب المدراء ومسؤولي نادي الرجاء الرياضي، تشبيب الفريق في وقت يحتاج فيه الرجاء لخبرة لاعبين لأسماء كبيرة بإمكانها أن تقارع الكبار على المستوى الإفريقي. سيناريو لم يحدث بداعي أن الرجاء يمر من أزمة مادية. أبا النيجيريا، لأننا نعرف تماما قوة نادي إنيمبا وصلابة نادي إنيمبا وكذلك الهجوم القوي لنادي إنيمبا. جمهور طبعا تقريبا يقدر ب 10,000 متفرج هنا حاضر بالملعب الدولي. حذاري خطيرة خطيرة، إنيمبا يضرب بقوة في هذه اللحظات. كالو أوتشي الذي حذرنا منه يسجل الهدف الأول لنادي إنيمبا بعد هفوة في الخط الدفاعي لنادي الرجاء. هنا فرحة الأنصار، حذرنا من أوتشي وحذرنا من الخطر الهجومي لنادي إنيمبا. جاء الخطر، جاء أوتشي بتسديدة قوية لم تترك أي حال للحارس الحال غير محظوظ ياسين في هذه الكرة بعد هفوة دفاعية وتسديدة لم تترك أي مجال ياسين لصد هذه الكرة. إذن واحد لا شيء لمصلحة إنيمبا بعد مرور 10 دقائق. نتابعوا اللقطة من جديد، هذه التسديدة أين كان الدفاع؟ أين كانت الرقابة في كرة سهلة جدا بالنسبة لأوتشي في مثل هذه الفرص، في مثل هذه الكرات. أوتشي عودنا على الأهداف وهذا هو السيناريو الذي حصل. تصل الكرة، زكريا الزروالي، إذن بأي طريقة سيرد الرجاء؟ وهل يتوفر على إمكانات من أجل الرد على هدف أوتشي في هذه اللحظات؟ هنا الكرة أمامية تبحث عن شعيبة في الجهة اليمنى والحكم يقول تماسي مصلحة نادي الرجاء. إذا رمية جانبية للرجاء البيضاوي، واحد لا شيء حتى الآن قبل لحظات لمن ينضم إلينا في هذا المباشر. إنيمبا عن طريق أوتشي يضع الناجرين في المقدمة في انتظار الصحوة الرجاوية، في انتظار رد فعل الأخطر في هذه اللحظات. هذا هو رشيد السليماني، رشيد يبحث عن الطير، هناك كرة مرفوعة من جانب اللاعب بايلا مقطوعة من الثلاثة، والفوز على النجم الرياضي الساحلي في 2004. كرة نيجيريا بداية قوية، إذن قلت الدقائق الأولى تكون مهمة جدا. الرجاء لم يقوى على مجاراة الريتم الذي فرضه نادي إنيمبا منذ بداية هذه المباراة. الحل كان هو التسديد، شاهدنا 3 تسديدات، الثالثة كانت ثابتة بالنسبة لأوتشي، وهذا عبد الطيب شريندو في التعليمات. ولكن لمن يا عبد الطيب شريندو؟ الرجاء في أسوأ الأحوال، الرجاء في أسوأ الأحوال، وجمهور الرجاء يبكي على فريق يعني راكم العديد من المشاكل، فريق راكم العديد من المشاكل النفسية مهزوزة بالنسبة للاعبين. وبالتالي اليوم حق الجمهور الرجاوي أن يكون متشائما بخصوص مستقبل هذا الفريق في مشوار الشامبيونز ليج. لكن نترقب وننتظر، ممكن الرجاء أن يعود، ممكن الرجاء أن يعود إذا تضافرت الجهود وبالعزيمة بالنسبة للعناصر الرجاوية. كرة في الجهة اليسرى لمصلحة نادي إنيمبا عن طريق أنيومو، والحكم يشير إلى الركنية. الحكم يشير إلى الركنية في هذه اللحظات، تنفذ الركنية. تدخل سماعي بالمعلم، خطيرة خطيرة بالمعلم، كان معلم في هذه اللقطة وأبعد الخطر أمام اللاعب أوتشي. كالو أمامنا على الصورة صاحب الهدف الوحيد حتى الآن لمصلحة نادي إنيمبا. ضغط في هذه اللحظات، المد الأزرق متواصل ومعاناة كبيرة بالنسبة للدفاع وكذلك الحارس ياسين الحظ. محمد الرحاج وإسماعيل بن معلم الثنائي أشدنا به كثيرا، ولكن وقعا في المحظور بعد كرة سهلة لأوتشي الذي هزم الحارس ياسين الحظ. إذا ننتظر تنفيذ الركنية، وصامويل سوانيا، صامويل سوانيا في تنفيذ الركنية. واضح بأن نادي إنيمبا مصر اليوم على تحقيق الانتصار ربما بحصة كبيرة، وهذا السيناريو اللي نتمناه اليوم. سوانيا في تنفيذ الركنية وبالمعلم يقطع هذه الكرة بالراس، تصل إلى وسط الميدان دائما نيجيريا. سوانيا في الجهة اليسرى، الدائرة الأيسر، يرفع الكرة لكن تدخل ممتاز هنا في آخر المطاف
من زكريا الشعباني. إذن بسرعة اسماعيل بن المعلم. اسماعيل والحكم ماذا يقول؟ ضربة مرمى. الحكم يقول ضربة مرمى. هنا رشيد السليماني. طبعا تنقلات ماراثونية بالنسبة لرشيد السليماني، يعني من الدار البيضاء للسنغال هناك مع الأسود، وبعد مباشرة رحلة قادته إلى لاغوس ثم إلى مدينة أبا النيجيرية. شأن في ذلك شأن محمد الحاج الإسمان اللذان ينضم لتشكيلة الأسود في المباراة الودية أمام المنتخب السنغالي، المباراة التي انتهت بهدفين مقابل شيء. التوقيع للحسين خرجها غير مسؤولين في تلك اللحظة. معروف على عند محمد فاخر الانضباط هو أهم شيء، ولكن تمرد مجموعة من اللاعبين هذا أثر على مسار التحضيرات بالنسبة للرجاء الرياضي، وبالتالي الانفصال كان هو الحل بالنسبة لمحمد فاخر، لأنه أراد الخروج من الباب الواسع وليس من الباب الضيق، لأنه في الأول والأخير فالمدرب هو الذي يتحمل مسؤولية النتائج. محمد فاخر لم يريد تحمل المسؤولية، لأن المشاكل يتحملها المسؤولون وكذلك لاعبو نادي الرجاء الرياضي، وبالتالي محمد فاخر غادر القلعة الرجاوية وترك الرجاء منهك بالمشاكل. جاء إلي باراتشي، ولكن ماذا عسى أن يفعل؟ ماذا عسى مدرب ابتعد كثيرا عن الميادين المغربية ولا يعرف كثيرا عن الرجاء الرياضي؟ صحيح كان إلى جانب جريندو في الأولمبيك البيضاوي واحد، كان في صيف ساخن عصف بالرجاء والنتائج كانت سلبية. ربما هنا مشروع الثاني، لكن التعطية من محمد الحاج، تبقى نيجيريا من أوتشي في الجهة اليسرى. طبعا البعض قد يقول أنا أدافع على محمد فاخر، ولكن محمد فاخر مدرب لا يعترف إلا بالألقاب، مدرب لا يعرف إلا الألقاب. مع الحسنية الكل يعرف أن الحسنية فريق محدود المستوى، فريق بإمكانيات صغيرة جدا، ولكنه حقق لقبي البطولة الوطنية، حقق لقب إفريقي مع نادي الجيش الملكي، وأمام من؟ أمام العملاق دولفين النيجيري 3-0. هناك بالمجمع فراغ كبير، حتى عبد الصمد أحق يغيب، وأيضا حسن الصوار يغيب. هذه خطيرة. الثاني جونسون هنا يسجل ويزور شباك ياسين الحد، هدفان مقابل شيء بعد مرور 27 دقيقة. إنيمبا يضرب بقوة، ماذا يحصل للدفاع؟ ماذا يحصل لياسين الحد؟ هنا ترك المشال لجونسون ليسدد بكل هدوء وتركيز ليهزم الحارس ياسين الحد. إذن هدفان مقابل لا شيء لنادي إنيمبا النيجيري. تحدثت طويلا عن مشاكل الرجاء وعن معاناة الرجاء وعن زلزال أكادير وعن رحيل محمد فاخر وعن الأزمات المادية وعن عدم الإحساس بالمسؤولية بالنسبة للمدراء وبالنسبة للرئيس الأول وأعضاء المكتب المسير. كلهم يتحملون المسؤولية، حتى اللاعبون يتحملون المسؤولية، حتى اللاعبون يتحملون المسؤولية. غياب الانضباط، غياب التركيز، غياب المجهودات، عوامل اليوم ستكون مؤثرة جدا. وطبعا ما نخشاه هو حصة كارثية بالنسبة للرجاء البيضاوي.